بالنسبة لحبايبنا اللي بتقولي لو سمحت اتكلم عن المنتخب وعن حسام البدري واللي بيحصل واللي انت شايفه، اتكلم وقولي يا معلم صحتنا الانجابية بتنهار، الراجل مش طايقنا ولا طايق اللعيبة ولا طايق اتحاد الكورة ولا طايق نفسه شخصيا، وكل ما يطلع في مؤتمر صحفي يطلع يشخط فينا. انا بس اللي بفهم، واي محلل او اي حد بيتكلم على اليوتيوب يقول لك لا احنا مش باصين له في ال 800000، لا بصوا له يا معلم في ال 800000، لان هو بصراحة كده يعني ده اهدار مال عام. فكرة انك مستني من مدرب ولا بيقدم اي شيء جديد ولا بيقدم اي شيء مختلف ولا بيطور اللعيبة، ده نوع من انواع عدم الذكاء. وانت فعلا لو عديت على فرقة من الصف الاول في افريقيا بعد ما تخلص التصفيات دي هتشيل جاز وهتبقى فضيحه، شبه كده فضيحه 6-1. وده كان رايي باختصار في حسام البدري ومنتخب مصر حاليا، اللي خلاص فقدت الشغف التاني تبعه. ولولا ان ماتش الارجنتين والبرازيل اتلغى انا والله ما كنت اتفرجت على الماتش.